ده ولا ايه؟ اهو شريف جارنا جاي اهو. لا على صوتك. هو ده شريف، هو ده شريف اللي جاي ده. هو ده هو ده اهو. يلا ما هو الجار اولى بالشوفه. ايوه صح. هو تقريبا ما فيش حد اسمه شريف في المنطقه دي كلها غير ده. يا مصيبتك السوداء يا شريف. طب احنا هنسيبه كده يطحن علي؟ نسيبه نسيبه. اه 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 بتتكتروا عليا كمان. دي جت لكل واحد في منطقتكم يا عم. اقعد. بيتكتروا عليك ايه؟ دول كانوا بيشيلوك بعد الواد اللي معاك مفلسع وسابك مرمي على الارض. مين ده يا علي؟ هقول لك بعدين. وبعدين حضرتك اللي اتزحلقت في قشره موزه زيك زي البلاص بالظبط. الله، ما كل البواني اللي انا اكلتها دي جت منين؟ مين ده يا علي؟ هقول لك بعدين. يا اخوانا، المهندس شريف لقى الراجل دخل عليه بالمطوه، مطوه اتخض افتكر وهيقطعه حتت. ما انت يعني لازم تفتري كده مره واحده. ايه الايه واللي جات لك دي؟ بو بو، انت فاكر نفسك ايه؟ سوبرمان ولا باتمان؟ بقالي 7 ساعات بالحجز بتمرن لحد ما خلاص شفت من الاشكال دي كتير، وبقى عندي رد فعل عنيف لاي فعل من الاشكال دي. يا اختي اسم الله والحري سله. بس شريف اعمل معروف قلبي وكلني على المصروف. ما تديلهاش حاجه يا حبيبي. مصروف ايه يا منالوتا؟ ده انا اتفعل في افعال في الحجز. يا جماعه يا جماعه، حد يجيب لي بسرعه فوطه. ربنا يخليك لي يا امي. امك بتكمو. انا قصدي يا حبيبي امسح بيها الدم، ما بحبش منظره. رجروك، انا عندي شويه سليبات من بتوع علي قدام، بعملهم في وقت مطبخ، اجيبهم؟ ورحمه ابويا ورحمه ابويا اللي ما اعرف اذا كان ابويا ولا لا. بقى سيبك يا بنت، خليك يدك اغابت. بقول لك يا اخوت شريف، فهمنا كل حاجه. هي كل الحكايه سوء تفاهم وحصل في السجل المدني، مش اشكال يا سيدي، اتكل على الله بقى. بقول لك ايه، هو ده ظابط؟ مين ده يا علي؟ ظابط؟ ها، ده شكل ظابط يا انجي؟ ده منظر ظابط؟ ده منظر ظابط. اصل في ظباط كده، ظباط مباحث يعني، بيبقى شكلهم عامل كده عشان بيخشوا وسط العصابه عشان يقفشوهم. لا، ده حرامي ومسجل خطر. وبعدين هفهمك بعدين. خش جوه التلاجه، هاتي له تلج او هاتي له كيس خضار حطيه على عينيه. عايز الخضار طاجن يا قبل. الحق يا علي، عايز الخضار طاجن. مين ده يا علي؟ ده بلطجي ورسم على العشاء. اسمع اخ، دلوقتي خلاص انت بقيت كويس وزي الفل. يلا قوم بقى اتكل على الله روح. لا، انا بعد اللي حصل النهارده ده هنزل احرس لكم المنطقه تحت. طب النهارده في حمايتي. ثانك يو. انا اسمحوا لي اقول لكم، من هنا ورايح هنام وانا مطمئن البال. ممكن من فضلك قبل ما تمشي ناخد معاك صوره سيلفي كده؟ اصل كل صاحباتي البنات عمرهم ما شافوا بلطجي مسجل خطر. يلا هحطها على الانستجرام. انا يا كتكوت، انا ما بتاخرش على المعجبين. يلا بينا ناخد. يلا تعالي جنبي، تعالي سموره كده. تعالي جنبي. سموره، انت عندي في الكاميرا ماسك ميسون، ده حقيقي؟ يا راجل، وانا اقول ايه ده؟ يلا يلا. الله الله، الله. ميرسي ميرسي. طب اصطبي حقوق اصغر انا بقى. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. مع السلامه. كنت شطر عليا في الشقه. طب يا جماعه يلا، سويت دريمز. يلا باي. تجنني. باي 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 يا حبيبتي. ما تخليكي بيت عندهم. باي باي. علي، انا في اوضه فيران بحالها بتلعب في عبي. مين ده يا علي؟ لا ما تشغليش بالك، اصل هو شريف القط. فهو شريف كان فاكر ان هو هو. وبعدين هم كانوا فاكرين برضه ان هو هو. وهو كان فاكر ان هو هو، فهو هو ما عملش كده مع هو هو. فهو هو ضرب هو هو في هو هو. انت واخده بالك؟ الحاجه الوحيده اللي واخده بالي منها ان انت بتهوهو يا علي.